السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنعمل الآن فصار بدون نقطة زيت. نحضر مقلاة، نجهز النار، يجب أن تكون والملح، نديرو كمية الملح. تنسخنها زايدة، هنضعو كأ لم يحترق الملح، ولكن الحرارة ديال الملح هي اللي ساعدت بوب كورن يكون زايد. ولكن شوفوا، يعني أحسن من الزيت، يعني هكذا تنستفيد من الذرة ومن الفوائد اللي موجودة في الذرة وفي الشعر وفي اللون ديالو أبيض. وكما تلاحظون في الشعر ناصع وبياض، ويبقى الملح. الملح انظروا، الملح بقي لونه أبيض. ملعقة واحدة من الزيت، فقط ملعقة واحدة. نحرك جيدا، نضربها كمية قليلة، يعني نصف كأس من الذرة مي، لكن بدون ملح. تقرب طيب بعد ما يجهز عادي الملح. بعدها نحكم الإغلاق، ننتظرو هاكو واحد تقريبا 5 دقائق. ما تنسوش التحريك، نحركه كل شوية كل شوية. الآن أصبحت جاهزة، ولكن الفرق بينها أنها ما تكون طيبة كلها مزيان. هانتوما كتشوفوا هاد البلاصة تلصق لنا في الأسنان ديالنا، هانتوما كيف تشوفوا ما تتلصق وما تتحرق الملح نهائيا. فهذه هي الطريقة الصحية وما فيها حتى شي ضرر، عكس الفسار بالزيت ضروري يدير الجناب يكونوا محروقين، وبعض وش وحدين ما تيكملهمش تيكونوا باقي ما تنفخوش. نضيف قليل من الملح ونحركه جيدا. ناخذ قطعة من الشوكولاتة، عفوا، بسم الله.
وما حدو سخون. شوف قطعه صغيره عطاتنا هاد الكميه هادي، وتنحركو الفرشه مزيان كيف ما تشوفوا. احسن ما من تكون ساخن تيدوب يدوب عليه الشوكولا، احسن من التدويب بامازي. حمام مريم الى درنا فيه الشوكولا ربما غادي يتحرق، وغادي خصنا نزيدو الزبده، فهذه بدون زبده نحصلوا على هذه النتيجه. هذه نتحركوه بسرعة قبل ما يبرد، باش يشد فيه الشوكولا ويدوب فيه مزيان. جيدا، نضيف ملعقة من هذه الزبدة طبيعية يعني بلدية، ضرورة نضيف الزبدة لأنها هي اللي متتخلف الكراميل اللي غنصاوبوه، خاصة تخليه رطب. فبدون زبدة تيكون خاص قاصح بزاف، أما بالزبدة تخليه رطب ولازل. وفي الاخير نضيف كأس من الحليب دفعة واحدة، ولا ننسى التحريك. هاو الكراميل، نبقاو نحرك مدة طويلة. وسر هاد الوصفة وهو بيكربونات، نضيف ملعقة صغيرة من بيكربونات ونضعها في الكراميل، ونحصل على كراميل متزانس. ها انظروا، ها يعطي اللون، هو السبب اللون الأحمر، هاد اللون الذهبي الرائع. ها شوف انظروا، رائع رائع جدا. وبكمية وفيرة، ربع كأس من السكر وملعقة من الزبدة وربع او رأس ملعقة من بيكربونات أعطى هذه النتيجة. هذا اللون طبيعي بدون إضافة أي ملون غذائي. نضيف الآن ونترك نصف الكمية لي هي كمية كافية لهذا الفشار اللي عملناه
بالملح يعني بدون قطره زيت. كميه كافيه لوعاء كبير من الفسار. ها، ولا ننسى الفسار بالشوكولا. ها الشوكولا، انظروا فشار رائع جدا لعشاق الفشار ولرواد السينما. أصبح شكله رائع جدا، وبالطبع مذاقه سيكون أروع. والآن بعد تحريكهم جيدا، انظروا أم الأفضل، فشار بالكراميل أو فشار بالشوكولا والكراميل. نكهة رائعة جدا 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 وسهلة جدا جدا. هذه أحسن من التي تباع في المحلات. شكلها طبيعي جدا ورائع جدا وهشيشة جدا. وشكرا على المتابعة، ولا تنسوا اشتراك وتفعيل الجرس واللايك. هذه هي الوصفة الرائعة بكأس من حليب فقط. ولا تنسوا كيف العادة الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. وشكرا، وإلى اللقاء في وصفة أخرى من وصفات توب ست مينوت.